بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أرحب بالحضور الكريم السادة الأساتذة، أرحب وأشكر الدكتور رئيس الندوة الدكتور منادي على دعوتنا وتشريفنا بحضور هذه الندوة كي نشارككم هذا الاحتفال بهذه الذكرى المفجلة، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب كل الجزائريين. طبعا لنا فخرا أننا أبناء هذا الوطن الجزائر، ولكم فخرا أنكم أبناء هذه المدينة، مدينة سكراس المجاهدة، مدينة سكراس التي تحوي بين ثراها مئات الآلاف والآلاف من الشهداء، ولا زال هناك أيضا كثير من الأبطال الذين نظروا وجاهدوا من أجل الثورة الجزائرية ومن أجل أن نعيش اليوم في حرية، ومن أجل أن نتمتع اليوم بنسيم الحرية. اليوم عندما نقول الثورة الجزائرية في منطقة سكراس أو انطلاق الثورة في منطقة سكراس، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على شخصية بجي مختار دون أن نعطي هذا الرجل حقه، هذا الرجل الذي مات من أجل أن نحيا بسلام، من أجل أن تحيا بلادنا بخير، من أجل حرية الجزائر. عندما يقرأ أي إنسان أو يطلع على ترجمة لمجاهد أو شهيد، فإنه ربما يمر بها مرور الكرام: ولد، درس، جاهد، ثم استشهد. لكن لو نقرأ بين السطور ونقرأ كيف عاش حياته وكيف تمرس وكيف انتقل من مرحلة إلى مرحلة، سنجد أن حياة هذا الشهيد وهذا البطل تحمل بين طياتها الكثير من المآثر والكثير من العبر والكثير من التحديات. هذه التحديات وهذه العبر هي لنا اليوم، هي لكم أيضا أيها الشباب، هي لكم لتكون لكم عبر وخطى تسير عليها وتحتد بها. فهو الذي ترك مقاعد الدراسة، تنازل عن الدراسة والتحق بالنضال السياسي من أجل ماذا؟ من أجل أن يدافع عن الشعب الجزائري وأن يدافع عن بلاده. ناظر سياسيا وتحمل تهديدات الفرنسية وترشح في الانتخابات ونجح في المجلس البلدي في سكراس ليؤدي وظيفة إلى جانب وظيفته السياسية، وهي وظيفة خدمة أبناء منطقته بمنصب آخر لا يميل إلى الإدارة الفرنسية، ولكن بمنصب هو أصلا جعل لخدمة الجزائريين. وبعد طبعا وذلك في إطار حركة انتصار الحرية الديمقراطية. بعد ذلك عندما أنشئت منظمة خاصة التحق بها وكان من بين الأعضاء البارزين ورئيس المنطقة في منطقة سكراس، ولم يبقى مكتوف الأيدي في هذه المنطقة، بل تحرك وتحرك على كل المستويات. نجح في إدخال السلاح والوصول إلى السلاح في مناطق بعيدة، خاصة بالتنسيق مع المنطقة في منطقة ولاية بسة، خاصة في منطقة الونزة. كذلك استطاع التواصل مع بعض التونسيين، استطاع أن يجمع السلاح، أنشأ مخابر، درب العديد من أبناء المنطقة، وتميز تدريبه وتميزت قيادته أيضا في هذه المنطقة، أنه كرس لدى هؤلاء الشباب حب الجزائر وحب الوطن، وكرس لديهم الثقة بالنفس والإرادة الصلبة من أجل قيادة الثورة. كيف يجهزهم إلى عمل، إلى نشاط في المستقبل؟ كان يعلم بأن ذلك اليوم سيأتي، لذلك لم يبخل عليهم، انتقل من جلب السلاح إلى بعد الاستيلاء على بعض المتفجرات من بعض المناجم، انتقل حتى إلى صناعة المتفجرات في هذه المناطق. بعد اكتشاف المنظمة الخاصة سنة 1950، طبعا ألقي عليه القبض وحكم عليه بخمس سنوات وخفض إلى ثلاث سنوات قضاها كاملة في السجن. صبر على المحنة ولم ييأس، عندما خرج من السجن لم يتراجع عن فكرته، بل مضى بها قدما، مضى بها إلى النهاية، ولبى دعوة اللجنة الثورية للوحدة والعمل، مجموعة اللجنة الثورية للوحدة والعمل، أعضاء المنظمة الخاصة السابقين لباها، وكان من الأوائل في اجتماع 22 الذي أصر ونادى بقوة من أجل
الإسراع بتشجيع الثورة وأن الوقت قد حان، على عكس ما كان ينادي البعض بأن الوقت لا يزال بعيدا، لكنه كان من بين الذين طالبوا بضرورة تشجيع الثورة والإسراع بها. وبالفعل كلف بذلك وعاد إلى بعد اجتماع صيف 1954، عاد إلى منطقة سوبراس وواصل عملية جمع الأسلحة والاتصال. ومن المآثر التي تذكر له أنه تنازل عن قطعة الأرض التي كانت تملكها عائلته، ونحن نعلم بأن الأرض غالية بالنسبة للجزائري، ولكن أمام حب الجزائر وأمام استقلال الجزائر تنازل عن الأرض، باعها من أجل الحصول على الأسلحة. أيضا من الأمور الأخرى أنه نظم المجندين وبدأ يحضر لاندلاع الثورة، وكانت اندلاع الثورة بالمنطقة، وشاركت سوبهراس على غيرها مثلها مثل باقي مناطق الوطن في تفجير الثورة الجزائرية، وخاض هذا البطل رفقة العديد من الأبطال في هذه المنطقة، خاضوا العديد من المعارك ونصبوا الكمائن للعدو وألحقوا به هزائم كبيرة، سواء من هذه العمليات على غرار عملية تخريب التي قاموا بها في عين سنور، كذلك ناظور عملية منجم الناظور والاستيلاء على المتفجرات والأسلحة. ومما تذكر التقارير هنا أنه يعني من الأشياء تذكر يعني شهامة هذا الرجل ونبل أخلاقه، أنه حتى في تعامله مع العدو وحتى في تعامله مع الثورة التي كانت له صفات مميزة، فبعد الاستيلاء على مبلغ مالي من هذا المنطقة سلم مهندس المنجم سلمه وصل ممضي ومختوم جبهة التحرير بأن المبلغ أخذ من طرف جبهة التحرير ولم يأخذه باجي مختار بنفسه، حتى يعطي أكثر مصداقية للثورة ومصداقية للشعب الجزائري وللثوار، ويفند مقولات فرنسا بأن هؤلاء الثوار هم قطاع الطرق وبأنهم خارجون عن القانون وبأنهم فلاقة إلى غير ذلك من التسميات. طبعا الثورة بدأت في هذه المنطقة وهب كل سكان المنطقة للالتحاق بها عن بكرة أبير، ولم يتوالوا في الدفاع عن بلادهم وعن الجزائر وعن منطقتهم، وتبرعوا بكل ما يملكون من أجل نصرة القضية الجزائرية انطلاقا من ولايتهم. طبعا كانت النهاية كما نعلم بأنه في 18 نوفمبر 1954، في العملية التي تم اكتشاف بها منطقة تواجد المجاهدين، تم استشهاده واستشهد وهو ينادي بأنه ذاهب إلى رحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه استشهد والتحق بركب الشهداء. طبعا ربما يقول البعض بأن حياة باشي مختار في الثورة قصيرة، من 1 نوفمبر إلى 20 نوفمبر مدة قليلة، لكن هذه المدة قليلة أظهر من خلالها شجاعة، بطولة، قوة. ولو نرجع قليلا قبل 1 نوفمبر لنرى بأن الرجل منذ 1936 وخلال الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية وأثناء نشاطه في حركة الانتصار الحرة الديمقراطية وأثناء نضاله في المنظمة الخاصة والعمليات التي قام بها، قد بدأ نضاله مسبقا، بدأ قبل الثورة. هذا يعني بأنه موجود في العمل المسلح وموجود في المنطقة قبل بداية الثورة، وبأن الإيمان بالثورة والإيمان بالحرية والإيمان بالاستقلال قد سكن هذا الرجل منذ صغره. وطبعا سيادة الرئيس لا أطيل أكثر منكم وأشكركم على حسن الاستماع.